السلام عليكم، كيف حالكم؟ قناة عائلة بايرو. معلش من زمان ما حملنا فيديوهات، شوي كنا مشغولين، بس ان شاء الله هنصير نسوي مصاري. هذه بقول لك كل شيء بعدين. معلش من زمان ما حملنا لكم فيديوهات، ان شاء الله من يوم وطالع حنصير ننزل لكم فيديوهات حلوه ان شاء الله. اليوم نفرجيكم اكل في الدار محل 100%، كله شغل في البيت. يعني ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية وتكونوا في البيت وتعملوا اكلات زاكية. واليوم هاي عائلتي ونفرجيكم اكلة اليوم. يلا يا مصعب ويا ديما ويا رغد. طبعا هاي رغد وهاي مصعب وهاي زينة وهاي ديما. طيب هاي يلا يلا يا مصعب قول لهم ايش الاكل. هذا شتكن بيتزا. شتكن بيتزا، شتكن ولا شتكن؟ شتكن. طيب هذا فيه هذا تشيكن بيتزا بطاطا وهذا كاتشب كمان. هذا ايش؟ سلطه الضوء. او هذا سلطه الضوء. وهذا ايش يا رغد؟ انا عارفه مدينه تركيا. سلطه تركيا. عارفين كيف بنعمل السلطه التركيه؟ ايوه. كيف؟ ايش بنحط عليها؟ بقدونس. وايش كمان؟ مية، ملح، وبصل. طيب وجرادة. سلطة الذرة شو بنحط عليها؟ بنحط عليها جرادة والذرة طبعا والمايونيز. زين حاجة خليت والمايونيز والجزر والفلفل. طيب التشيكن بيتزا شو عليها؟ جبنة وكاتشب وزيتون وفطر وفليفلة وكل اشي. يعني مصعب كيف بنعمل الفينو؟ شو بنحط عليه؟ بنحط عليه سمسم. بعدين نعمل عجين بعدين حطه بالفرن، نخبزه بعدين نحطه بالفرن. صح. انزل على الطاولة تقع شطور. يلا يا اطفال شايفين مصعب وهيك هي اكلة اليوم. ان شاء الله حنفرجيكم اكلات كثير زاكية. وعشان تعرف الاكل هذا كيف انعمل، عشان تعرف الاكل هذا كيف انعمل في الوصف حيكون فيها قناة فكرة وطبخة، حتكون في الوصف هذا كيف انعمل الاكل. تصور هو ولا ما تصورش؟ تصور الاكل. ان شاء الله قناة فكرة وطبخة حتفرجيكم كيف نعمل تشيكن بيتزا في البيت، كيف نعمل الفينو في البيت، والبطاطس كيف نعمل في البيت. وبدعيكم كمان لقناتي، في قناة جديدة اسمها قناة بايرو، برضه حتلاقوها في الوصف. يلا مع السلامة. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة. مصعب قاعد باكل ليش؟ بطاطس. يلا لقيت صور مع اخر الفيديو. هاي التشيكن بيتزا وهي سلطة الذرة وهي السلطة التركية وهي خبز، هذا الخبز الفلسطيني. هذا خبز. هذا فينا شغل في البيت طبعا. وهي السلطة التركية وهي البطاطس. الأكلة المفضلة لمصعب البطاطس. يلا مع السلامة. لا تنسوا تعملوا وتشيكن بيتزا. ومع السلامة. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة. وكمان اشتكن بيتزا وابو المطار ابو توب توب ومدينة بابا فيها حيوانات واسد او الشبابيك بنفعش نطلع الشوارع عشان ما تكورنا ننزل الحبل او نشتري حاجة. يلا ماشي. يلا ولا ننسى لما نكون طالعين مثلا، ولا ننسى لما نرجع على البيت وحتى في الشارع ما نحط عين ايدنا على عيننا وخورنا وجهنا على الوجه كله. ولما نرجع بنغسل ايدينا منيح منيح قبل ما ننام. باي باي باي.